عم تيجي معينة، وهو كان حالته صعبة يعني مش متأكد هو مجد جراحة. فالمهم بعد نعمل يوم تلاقين العشاء، فقال لي قال للشركاء زميلي خلاص انا عليك العشاء. مين يا عم؟ احنا دلوقتي لو جبنا دكتور عشان يحصل لنا الدورة الأولى تيجي سبحان الله تيجي فضل على كده على طول. ال10% فضل يزودها 50%، وصل 70 ل 30 تقريبا. قبل ما يموت هو وزميله عاشن واخد رأسه وبنى معهد ابتدائي للبلد بعديها، وبعد كل ده في سنوات قليله ربنا يديله وكداله فعلا. هو بيقول لك ما كانش السنه اللي بعديها تلاقيه يبني معهد بنات ابتدائي للبنات. مرتضى منصور اللي شايف مصر كلها من اتميد الله يحرقه احنا امه بشلوش. انا بقول لا الكره الارض بس من عشانها برضه مش فاضل بقدونس. انت ما عملتش بقدونس مش عام عاجبك اللي عاجبني كبير. انا مش عارف تعالى تكتب خلاص. طب ما تقوم تعمل وريني تعمل ايه. لا ده معلم خلاص للاسف. لا والله ما هو انا مكبر الدنيا انا ما فيش حاجه. والله ما اعرف عنهم حاجه. دولتين جنب بعض عمالين يتخانقوا على حته ارض برضه بتاع. دخلت تركيا طرف يقول لك مع